أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم قدر الوقت وأهمية الوقت، فإنه سنسأل عنه يوم القيامة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، ستسأل عن كل لحظة ضاعت سدى، ستسأل عن كل وقت ضاع هباء منثورا، ستسأل عن تلكم الجلسات التي لا قيمة لها، ستسأل عن تلكم الرحلات التي ربما كانت في معاص وآثام، ستسأل عن الغيبة التي لا تنفك عنها، ستسأل عن النميمة التي تنتقل بها من مكان إلى آخر، ستسأل عن الفتن التي تؤججها بين إخوانك، ستسأل عن كل لحظة وعن كل ثانية في هذا العمر، ونحن في غفلة إلا من رحم ربك، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم معرضون، لاهية قلوبهم. إنه اللهو والغفلة لاهية قلوبهم، إنها الغفلة عن أهمية هذا العمر في دقائقه وثوانيه. كم قد طوينا من العمر ذهب سدى بأوزار وآثام وآفات، كم قد مضى من العمر وأنت تتحسر عليه وتتقطع، كم قد مضى من الساعات التي ربما وقعت فيها في كبائر وآثام. ينبغي للمسلم أن يقف وقفة جادة صادقة مع نفسه قبل أن يندم حين لا ينفع الندم. ينبغي أن يراجع حساباته مع ربه قبل أن يقف بين يديه: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سيكلمك ربك وسيسألك عن كل صغير وكبير، عن كل حقير وجليل، فينبغي لك أن تحر جوابا، وينبغي لك أيضا أن تعلم أن الدنيا مطية الآخرة، وأن هذه الدنيا في أوقاتها ينبغي أن تعمرها بالخير في سباق بين أولياء الله والصالحين والطائعين الذين كانوا يغتنمون أعمارهم، لا يعطون أوقاتهم للبطالين الفارغين الذين يحاولون أن يجتذبوا الصالحين إلى متاهة الفراغ والحيرة والضياع. ينبغي لك أيها المسلم أن تشح وتظن بوقتك أعظم من أن تشح بمالك ودراهمك. ينبغي أن تحرص على المداومة على الخير. إن كنت في كتاب الله قراءة وحفظا فعليك أن تثبت على هذا الخير، فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن عمله قالت: كان عمله ديمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.